اهلا بحضراتكم من جديد. خلينا نشوف ترند الاهلي وايه اخر الاخبار واهم التفاصيل اللي بتتعلق بالفريق. نبتدي باليوم السابع وحسابهم على فيسبوك اللي بيتكلموا على ان الاهلي يحدد مصير عمرو السوليه بعد الاشعه والمؤشرات الاوليه تؤكد غيابه لنهايه الموسم. لا هو خلاص الامر مؤكد، عمرو السوليه مش هيلحق اي مباراه للنادي الاهلي فيما تبقى من هذا الموسم، خصوصا ان طبعا الاشعه نتيجتها لسه ما خرجتش، لكن اقرب ان هي مزق. المزق ده بيحتاج شهرين بس، خلينا ننتظر برضو القرار النهائي. لكن بقول لحضراتكم التفاصيل اول باول. يعني خلينا ندخل على يلا كوره وحسابهم على تويتر، وبيتكلموا على ان في مصدر قال لهم ان الاهلي يفقد جهود 8 لاعبين امام المقصه واختبار طبي لعبد المنعم وصلاح محسن. نفس الكلام اللي احنا قلناه، يعني حمدي فتحي سوري عمار حمدي كده كده بره، محمد شريف خلاص بره، حسين الشحات بره، السوليه بره، دول لاخر الموسم. خش بقى على اكرم يقدر يشارك في اي مباراه مقبله، بس اعتقد مش هتكون من بدايه مباراه او مش بدايه بمباراه المقصه. يعني طاهر محمد طاهر لسه قدامه شويه، احمد نبيل كوكا قدامه شويه، بدر بنون موقفه غير معلن، صلاح محسن ومحمد عبد المنعم يقدروا ان شاء الله يلحقوا مباراه المقصه. عناصر كلها مؤثره جدا بصراحه جدا، لكن هو ده الوضع ومجبر تتعامل معاه. يعني خلينا نروح للمصر الرياضي وخبر صار في الاهلي بعد اقتراب نجم الفريق من المشاركه امام المقصه، وهنا قصدهم على مين. خلينا اقول لحضراتكم ان هم هنا قصدهم على بيرسي تاو فعلا خلاص يقترب من المشاركه في مباراه المقصه، وكان عانى من مزق في العضله الاماميه وعودته اكيد عوده مهمه جدا. خلينا نروح لخبر اخر برضه عن النادي الاهلي ومن خلال الوطن الرياضي، بيقولوا اعتماد اوراق اول الراحلين عن الاهلي بدر بنون الى قطر القطري. بصوا خليني يعني احنا دايما بنحب نتكلم في الاطار الرسمي دايما، اللي احنا قناه الاهلي الرسميه، لكن في نفس الوقت المؤشرات كلها بتقول كده، لان الراجل بيتمرن وموجود بس مش بيدخل القائمه. فواضح ان في اتفاق ما يعني ما بين اللاعب والنادي والجهاز الفني ان هو ما يشاركش. فهنشوف ايه اللي ممكن يحصل خلال الفتره الجايه، ويا ريت تلاقي بدر بيشارك ويا ريت تلاقي بدر مشي، لكن مؤشرات بتقول ان الخبر ده ممكن يكون صحيح. لكن دايما احنا ما بناكدش حاجه غير لما تكون حاجه رسميه تعلن بشكل رسمي من خلال قناه النادي ومن خلال يعني الموقع الرسمي للنادي الاهلي. الخبر ده برضو من ضمن الاخبار اللي كانت غريبه جدا بالنسبه لي، لما كوره 11 قالوا لك على تويتر ان تبديل نسر بنسر اخر بين القلعه الحمراء وغول افريقيا. الترجي التونسي يكشف حقيقة الصفقة التبادلية الكبرى في القارة السمراء برحيل بن رمضان مقابل علي معلول نجم الأهلي. طيب عشان نحط بس المقاطع على الحروف، أول حاجة علي معلول غير قابل لللمس في النادي الأهلي أو من أي نادي، يعني أنه هو يتفاوض مع النادي الأهلي بخصوص علي معلول. لاعب لسه مجدد عقده موجود مفيش أي مشكلة خالص، وعمر ما الأهلي هيدخل علي معلول في صفقة تبادلية. الموضوع ده نسوه، يعني الموضوع صعب جدا، هو أحد أهم العناصر في النادي الأهلي يعني، الا اذا ما كانش كان الاهلي جدد عقده خالص. بن رمضان لعيب كبير قوي ومهم جدا لاي فريق هيروحه، سواء استمر مع الترجي راح اي فريق تاني، بس هو لعيب كبير جدا. هل ده معناه ان هو ما يكونش في حسابات النادي الاهلي؟ الله اعلم برضو عشان نكون بنتكلم بالصيغه الرسميه هنا، لكن هو لعيب اكيد من اللي ممكن يكونوا مطروحين لعدد كبير من الانديه لو لعيب مميز. لكن الاهلي لو فكر في بن رمضان مش هيدخله طبعا في صفقه تبادليه مع علي معلول اطلاقا. يعني نروح لكوره 11 برضو وحسابهم على تويتر، المارد الاحمر يجهز خليفه النسر التونسي من اجل دوام مستقبل الجهه او جبهه اليسرى. الاهلي يلتقط محترف الفراعنه عشان يكون موجود مع معلول وسط منافسه شرسه مع انديه القاره العجوز. وهنا بيتكلم على مين؟ بيتكلم على اللاعب المصري المحترف خارجيا وهو كريم حافظ. من الوارد ان يكون من الاسماء المطروحه، يعني كريم حافظ بيطرح على انديه كتير جدا كل فتره انتقالات يعني، لكن ما فيش اي خطوات رسميه من النادي الاهلي. تخش على الخبر اللي بعده. في الجول بيتكلموا على ان زي النهارده من عام 2016 اعلن الاهلي تعاقد مع علي معلول الظهير الايسر للصفاقسي التونسي، وكانت احلى صفقه واجمل صفقه واهم لعيب للنادي الاهلي، والاضافه بتاعته بارزه وكبيره جدا جدا في تاريخ النادي. علي معلول قدر ان هو يجيب كام بطوله مع النادي الاهلي؟ عدد وافر من الالقاب، الدوري المصري 4 مرات، دوري ابطال افريقيا اضرب في 2، كاس مصر اضرب في 2، السوبر المصري في 2، السوبر الافريقي في 2. الراجل سجل 37 جون وصنع 59 جون، فحاجه كبيره جدا.
نتمنى له التوفيق دايما علي معلول ان شاء الله مع النادي الاهلي خلال الفتره المقبله. نروح لفاصل، بعد الفاصل نكمل.